مرحبا، خلونا نكمل الجيم. طبعا اخر مره عملنا اللي هي معبد الشمس، اليوم حنعمل واحده من هدول الواحات كمان. سو اخر مره عملنا واحه البحريه، هلا حنعمل يا دخله يا دنقل. فممكن نروح على هون دخله، بما انه عملنا الجنوب حنروح على الغرب، وحنعمل هاي المدينه. احنا المفروض تكون مدينه كبيره 5000 شخص، يكون فيها كلتشر عالي، وحنبني فيها مسلة اللي هي الأوبلسك. طيب خلينا نعمل اليوم. في صوتي شوي رايح، فيه شوي تقريب. أنا على فكرة مقرب كتير من زمان، يعني حتى من وأنا صغير عندي هي المشكلة. طيب Pepe has taken the throne and يلا حنبني المدينة. المزارع حتكون هون، إذا عندي مزارع مظبوط. فالمزارع حتكون حوالين الواحة، وحواليها حيكون في المدينة. بس كمان بدنا ننتبه إنه لما نركب المدينة حيكون حيلزمنا اللي هو حيلزمنا يكون في مي، والمي بدها تيجي من المزارع. طيب ماشي، خلينا نشوف شو حنعمل هون. هنعمل هاي هيك، واحد اثنين ستة هون، هذا هون. طبعا لازم نقص نقص هون الغابة. يس، نعمل هون ستة مشان نحط زريعة بيناتهم، نحاول نزين المكان شوي. طيب هذا هيك، ناخذ هذا هيك وهذا هيك. حنبني المسلة سموير، ممكن نحطها جوا المدينة يعني عادي. بس اللي حنعمله هلا اول هو انه بنركب اللي هو ممكن نحط القصر هذا تبع شو اسمه. بس قبل، طيب خلينا نعمل شغله قبل هون. هذا هيك وهذا هيك، وحنحط اللي هو هذا الشيء. تمام، وبعدين خلينا نركب هدول مشان شو يكون جاهزين للبناء بهي الجهه. حيلزمنا مي اكيد، هاي مي، وحيلزمنا بازار، هاي بازار. حلو، هون حيكون في مزارع للاكل وهيك طبيعي يعني. طيب irrigation water lift، الواتر ليفت. المشكلة بالواتر ليفت انه إذا حطيناها حتى نحط هون. أوكي فاين، يلا. ها، وهي ووتر ليفت، حتكون مدينة كبيرة نسبيا. ها طيب هذا هيك. خلينا نحط اللي هن الصيانة وما الصيانة بلا ما تنفجر العالم. تنفجر العالم فينا. نحط هذا هون. أوكي هاي، ونحط اللي هو تبع الحرائق. ماشي، معناها هلا شو، خلينا نحط الاشياء اللي حياكلوا منها. فنحط هون مثلا هاد وهاد، واظن فينا نركب من وراء اللي هو الاريجيشن صح. ايه كتير منيح. فهلا هون صار عندنا مزارع، ممكن نجي كمان الجهة الثانية ونظبط شوية مزارع. بس هلا كمان حيلزمنا اللي هو هذا الشيء. ايه طيب، نحط هذا الخط هيك. هون حنحط اللي هي المي، المي حتجي من هون لفوق، وهذا هيك لحتى نحط هاي هون. وهدول طبعا نوصل المي لهي الجهة كمان حتى نقدر نشتغل. طب المفروض هدول حيجيبوا الزرع وحيحطوه هون وحنطعمي الشعب. خلينا هون كمان نشتغل على شغلة اللي هي الترفيه. فهذا الترفيه هيك، حيلزمنا كمان اللي هو الشرطة، حيلزمنا المعابد. بس قبل ما نعمل معابد خلينا نشوف هون فينا نبيع. شو فينا نبيع؟ تعالوا نشوف شو فينا نشتغل. فينا نعمل تحطيب، نجيب حطب.
فينا نجيب اللي هو الكلي بيت لحتى نعمل كلي. طيب إذا بعنا فينا نبيع البوتري، ممتاز. فينا نبيع الحطب، مفروض. إيه طيب، شو نشتغل عليه أول؟ كان نشتغل على الحطب أول أعتقد. الحطب، الحطب. طيب هلأ هون في مزارع، أظن فينا نجيب أكل كمان، فينا نجيب أكل من الهانتينج. فحنحط هذا هيك وهذا هيك، وهدول نعمل لهم هذه اللفة هي. أوكي، بعدين هدول حنجيبهم هون، وهون حنحط هاي وهاي. مشان شو هون صار عندنا منطقة على الأقل نقعد نشتغل فيها، زرع وأكل وهيك، ما حدا يقول ما في أكل. طيب أظن لازمنا كمان هون دكتور، حط الدكتور هون. طيب قلنا بدنا نعمل شغل للأكل. سوري، فينا نبيع اللحمة؟ لا، فينا نشتريها بس. طب معناها نبلش بهذا الشيء. هلأ إذا حطيناهم هون، إن هذا الثالث وهذا الرابع، تا هيك، وناخذ اللي هو هذا الشيء ونحطه هون مثلا، ونقول accept none، وجيب لي كل الخشب لهون. أو بتعرف، لا هاد هنجيبه هون، هذا الخشب كله حتجيبه لهون، وخليهم يعملوا شغلهم هاي الشيء. حلو، هلأ هيك صار عندنا منطقة نبيع فيها الخشب. نروح على الماب، مين بيشتري خشب؟ هذا حيشتري خشب. 1250 غالي كتير يا ساتر. هذا شو؟ اوكي لا، هذا لا، اوكي ما في غير هذا. 1250، والثاني هاد كمان بيشتري ب 1070. خلينا نفتح هدول الاثنين ونبيعهم الخشب كله وخلص. ها هيلزمونا anyway. طيب هاي هيك، وهون حنقول sell export surplus، كل الخشب اللي عندنا زيادة بيعه. هلا حيروح يقصوا الخشب، حنعمل الزرع هون. هلا حنلاقي طريقة مشان يقدروا يوصلوا كمان. المهم لا تفلسني. تعال اشتري، نسرع الجيم. لحد هلا معنا فلوس. وين التجار تاعو؟ لك لا، شكله حنفلس. اذا فلسنا خلص. اوت اوف، اوكي اوت اوف ماني، فلس اتس فاين. نعمل اللي هو البالاس لحتى نجيب مصاري كالعاده. بدنا نحطه بقرني. مش كيف بدك يكون حواليه هذا الزرع؟ هذه الصعوبة بهي المرحلة، انه بدك تحط الاشياء محل يكون فيها زرع. طيب ايه هون 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 هون، مشكلة هون حيسكر على هاي الجهة اللي هي ممكن اعمل فيها زرع. لا، فشو حنعمل؟ حنعمل هيك، وهذا هون هيك. طبعا هو رايح هون يقصقص، يلا فاين. وهي اللي بتلم التاكس، حطها هون. حلو، هلا صار عندنا شوية دخل، ف بلش ندور الشغل. حيلزمنا جرانري تاني. حطه وين؟ هون ورا هدول. اكسبت نون، هذا حيكون بس قمح. خلي وهذا حيكون بس اللي هو جيم ميت. اكسبت اول.
واحد بس للحمة وواحد بس للقمح. وهذا بلش يعصب. اوكي سوري والله انا اسف. هاي معبد عيشوا يا عم بهنا عم بشوف خوها. نحنا بنحب الآلهة كلها. تفضل. او لا ليش هون؟ والله هون مو ما بيقول شيء. هذا هون وهذا هون وهذا معهم هون. ايه حلو بلشنا نظبط. هلا حنحتاج هذا الشيء حنحطه سموير. ممكن نحطه هون او هون مثلا. employees needed. هلا طبعا حيبلش يقول انا لازمني ناس تشتغل hardly any entertainment. هلا هذا حيبلش يلفلف مره واحده. خلينا نحط هذا كمان. لا ممكن نقفل هاي الجهه هيك. ممكن نقفل هاي الجهة. انتظر شوي. لا هون حيلزمنا البوتري. ايه ديليفر. حلو خلي الناس تنبسط. طيب هذا البالاس هوني خالص. ممكن نشتغل على هذه الجهة كمان نحط شوية بيوت وهيك. فممكن نعمل هيك. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. وهذا هون. ما عندنا كل هذا الود. ننتظر لحتى يجي. طيب تعال لك بما انه هيك الشغل فخلينا نضيف واحد كمان. طيب هون حنعمل بلوك. ما بدنا هاي الجهة حدا يجي. هلا وين عم بصير الموت؟ هون هدول عم يقتلوا هاد لانه هذا العقرب بعد عم يهاجمهم. احنا ممكن نشوف طريقه نقفل عليه. هلا نشوف شلون. ايه اكنولج. لسه انتظر شوي لسه عم نعبي. احتمال نحط كمان وحده. طيب حيلزمنا ريكروتر. تمام حنحطه هون. بعدين حنحط هدول هون سموير بس لحتى شوية يكون عندنا جيش يعني احتياط مشان ما تصير شي مصيبة بعدين. طيب نعمل بوتري ومشان نطلع فلوس. وكمان نكبر المدينة شوي ندفع. لأنه حيلزمنا هذا الشيء. طيب هلأ نجي هون نعمل اللي هو كليبت. الكليبت دايما لازم يكون قريب من المي فحياخذ من المزارع تبعنا شوي بس it's fine. طيب هذا هون حيكون شو اسمه بطيخ مزارع. فنحن ممكن نحطهم هون. هاي واحدة هاي الثانية. والتجارة بالمي ما في بالمي تجارة. ف يعني شو كنت عمول انا ما في عنا قصة هي انه نفتح تجارة بالمي. فما ما مو مهم هون نفتح الطريق. نعمل هذا هيك. حلو هدول هيك. نقص هذا معلش سوري. ايوه وهذا البوش هذا ما بنحتاجه. هاي ثلاثة بتلاقي منيح. يلا ها اوكي. وهيك كمان جبنا هذا الخط اللي كان بدنا اياه هون. حنجي هون انتظر. راح نحط هاي هيك. والتاني هون. حلو هلا هدول جاهزين لحتى يجيبوا الاغراض. فنحن الاغراض حتكون الصناعة كلياتها حتكون بهي الجهة. حلو هذا هيك. accept none. كل شيء كلي. اسف وين الكلي؟ هي الكلي. accept all. جيب لي كل شيء كلي لهون. حلو هلا هون المفروض يجيب الكلي وبلشوا نعمل مصانع اللي هي البريكس. فهون حنعمل بريك ووركس. واحد اثنين ثلاثة أربعة. هون نعمل هذا هيك.
حيلزمنا هذا الشيء اكسبنا، حيكون هون كل البوتري حتى نحطهم. ما في خشب كفاية، بدنا القصص، بدنا القصص كمان. هاي شو معناها؟ معناها انه كبر يا معلم. اه والله ما حيسع غير وحده هون. اوكي فاين مه. هذا هون بدنا نشوف له حل. فينا نجيبهم هدول يقضوا على هدول؟ لا. اوكي طيب نحط هون الزرع مشان شو شوي نحسن المكان، وهون هلا بنظبط المنطقه الجديده يعني مشان نوسع المدينه. بس خليهم يبنوا اول. اسف والله يعني انه انا ما ظبطت لكم القصه اللي بدكم اياها، بس هذا الحاضر. طيب خلينا نجيب هذا هيك، ايوه، ونجيب هذا لتحت هيك مشان انا بدي احط مزارع هون. كمان لا تنسوا بدي اعمل البارلي، بدي اعمل اللي هن اللي بيصنعوا البيره، شعير بارلي هو الشعير. طيب No entertainment found. طيب خير ان شاء الله. خد يا عمي هاي انترتينمنت. ها وحيلزمنا هون كورت روم لقدام يعني، بس مشان المنظر نظبطه يعني. طيب هذا هيك نحطه، هاي هيك، هذا هيك، هاي 30. حجيب هذا الخط هيك، هذا هيك، وهاد ايوه لهون. فاين وهذا هيك. يلا هون حيلزمنا بازار somewhere هون. المشكلة المي بعيدة صارت كتير، فما بعرف شو حيصير الوضع هون يعني. هات لك حط هاي القطة هيك، نرتب هذا المكان شوي. هذا البازار عم يوزع هون، عم يقول لك بدنا فود. الفود بيجي على الطريق، دونت وري. طيب هلا هدول ممكن يقصوا خشب من هون، وفي كمان هون. فيني اعمل جسر هيك؟ ليكو ها؟ ولا واحد من هدول بيركب جسر. هون فيها ركب جسر ها؟ خليهم يجي لهون. هلا ممكن ننقل كل الخشب لهونيك ترى. طيب خلينا نعمل شيء مهم، هو انه نعمل المونيمنت، نشتغل على المسله. المسله بتحتاج ل 100 جرانيت. يا سلام. طيب انا هم ننتظر شوي. ايه اعطيهم الجرين، بدهم جرين. ما حدا يعترض انه ما في اكل بهي المدينه. اوكي من هلا ها. طيب حلو، هدول شغالين. هدول طبعا حيجي ياخذوا الخشب هون، بعدين حيجي العقرب يقرصهم. شكلي حنقل الخشب لهون وخلصنا. طيب هدول شو مشكلتهم؟ ما عندهم فوت. مي في مي بس ما في اكل. انترستينج. acknowledge ما عندنا وود. هلا شو ممكن نعمل نحن؟ ممكن نقول له تعرف شغله، لما هون قول له لما يكون عندنا فوق ال 1800 هذا اللي هو بيع. بيع ايه بالضبط. طيب هون حيصير هيك.
هاد نجيبه هون. أيوة وهاد حنجيب هذا الخط هيك وهذا الخط هيك وهذا الخط هيك وهون ثلاثة وهذا الرابع وهون نحط اللي هي المستودع هذا المستودع هون منيح accept none وهون بقى شو بنحط له accept all wood هلا هون رح نضطر شوي نظبط المكان بس عادي مو مشكله نشيل هاي هذا هون الفاير والاركيتكت ونقفل هاي من هون مشان ما يروحوا يتمشوا بعيد فهلا هون صار عندنا مكان نحط فيه خشب كتير مفروض انه بما انه عم يطلب انه اعطيه خشب خلينا دائما جاهزين نعطيه خشب هلا ممكن اني خلي هدول او شيلهم ما بعرف هلا نشوف ديليفر خلص طيب هيك تمام هذا شو عم يعمل بريكول وانا عم اقول شو غلط يا ساتر ما بدي بريكولز انا كان بدي بوتري يا للهول يا للهول يا لهولي ما فعلت طيب هذا هيك هلا هدول المفروض يعملوا لنا البوتري يلا طيب هيك شغالين تمام يا لهولي هذا الشيء فينا نعمل بريكس كمان مو غلط فينا نبيعون بريكس اذا فينا نبيعون ممكن نستعملون ايه فينا ممكن نعمل كلي بيتس ونبلش نبيع البريكات هدول طيب بس قبل خلينا نحط هون new trade route available حلو خلينا نحط هذا هيك خلينا نسعد الآلهة هذا عم يعترض انه مو عاجبه شكل المكان يعني acknowledge لسه ما هلا الجرين بيجي نجي على ثلاثة ونقول له comply ممكن نحط واحدة تانية اظن لحتى نحط الجرين ما هيك ولا كله عم يروح ينباع طيب فاين سيتي سنتمنت از فولينج الناس زعلان ليه انه هذا الشيء هون طب هذا الشيء شو بنعمل فيه نحن لما يكون هيك هدول عم يزعبروا ومو عاجبهم بنعمل هيك وبنعمل هيك طيب بنقول له ضربه اخلع رقبتك انت وياه اول شيء هاي وهاي وهذا معون وهذا تبع التاكس ايه وهي دكتور اسنان مشان ما حدا يزعبر يقول لي شو ما عندنا شيء هون بدنا طب بسيط طيب وهون حنحط تمثال كبير جميل وهي هيك نحط لهم بلاط مشان شو نحسن المظهر العام لاحظوا مثل ما قلت لكم دائما اذا شفتوا هاي الفيديوهات لما بتعبي هدول بيحسنوا اللي حواليهم ففيك تعبي كمان فبتصير تقدر تظبطها طب هلا هذا عم يقول بدنا بير نشتغل على البيره نيكست بس هلا قبل نتاكد انه بدنا لازمنا صار هذا الشيء اكثر طيب هذا هون وهي هون ايه معلش تتحملونا شوي هاي هون هدول هاد حنعمل له خط هيك وهذا هون فوق ممتاز اظن طولناها شوي لا والله مزبوطة خلاص
وهون بنحط هدول لحتى للاحتياط بس. احتياط واجب، ما بدنا مشاكل. طيب. هي هيك. وراهم شوي تزريعة مشان المنظر. هون حنحط هذا الشيء اللي هو أبوستارية، اللي هي صيدلية يعني. أبوثكاري. طيب. أبوثكاري. طيب هذا هون حنحط هاي كليبت. ممكن نحط كليبت تاني. مو غلط أبدا. وهذا حفك هاي. ماشي. وراح اعمل كالتالي. اول شيء اي ديليفر هدول، وهذا حنوصله من فوق. وهون حنجيب هاي نقول له كمل المي لتحت، وهون نحط مزرعه اخيره هيك قمح. فصار عندنا قمح كفايه المفروض، لا يعني لقدام كثير. هاي كمان وحده، وهون حنعمل اكسبتنا نحط لي كل القمح. لحمة مليان، قمح مليان. أنا حعمل امتي لهاد، حكبهم معلش، لأني بحب هيك يكون الشيء مرتب شوي. فهيك صار عنا قمح، صار عنا لحمة، صار عنا كل شيء، كل شيء موجود جاهز، ما عنا مشاكل هون. So at least هلا بقى شو بنعمل؟ بنشتغل على البيرة next. طيب البيرة بدنا نعملها اللي هو ال البارلي. seems everywhere people will work for less. يعني أنا صار عنا فلوس أكتر. طب كويس. حلو. هذا هون لامين خشب، هذا لامين خشب، فما حدا يقول إنه ما عنا خشب. أوكي. فينا نروح هون ونقول له فك الحصر، بيع كل شيء. طيب. نبلش هلأ شو نعمل اللي هي اللي بدنا نجيب المي منه لحتى نعمل الأشياء التانية اللي بدنا إياها. طبعا هدول شغالين. خلينا نبيع البطري، بيع أي شيء زيادة، عنا إنتاجية عالية هون so it's good. طيب قلنا بدنا نعمل بيرة، وين بدنا نعمل البيرة؟ نعملها هون أو نعملها هون؟ نعملها هون بهذا المكان هيك. حلو. طيب هنجي هون، أول شيء حنجيب تبع المي، تبع المي حنحطها هون، بعدين حنجيب خط هيك. هذا أول شيء بنعمله. بعدين حنجي نقول بدنا مي هيك ولفوق. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، حيبقى لنا خط هون واحد ما حنستعمله. Which is okay. هون بارلي وهي بارلي. حلو. هلا خلصنا هدول. هلا it's fine. ممكن حتى نسحب لفوق هون كمان، نستعمل هذا المكان. بتعرف والله فكرة. هي هيك 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 زبطوها باتش. الحمد لله يا ربي. تتذكروا بفيديو قديم قلت لكم انه لازم نحط هي. لا صح، الشارع فوق المي. هذا هيك ما زبطوها. خلص نيفر مايند. طيب هذا هون نحط هذا هيك، احط هي هيك لانه انا عندي مرض اكره ما علي تتدمر الاشياء اللي ببنيها. هذا حتى لما بلعب اشياء سم سيتي وكذا بطفي شو اسمه هذا، شو بيسموه، الديزاسترز. ما بحب العب ديزاسترز، ما بحبه هيك يتكسر شيء انا عاد اشتغلت عليه. طيب هون حنحط بس القصر تبعي. ما حيحط لي اياه هون، لازم فوق. ان شاء الله عمره لا تركب. طيب مو مهم. alright. طيب هذا البارلي. طيب خلينا هلا نعمل شو، حنحط هذا هون. ايه هذه سبون تبع البطيخه. فهمت فهمت فهمت. طيب هذا هيك هون، شايفين هون في نقطه حمراء، هذا محل ما بيطلعوا، بيكون مثلا سبون بوينت للنعام او هيك شيء، عرفتوا كيف؟ فما بيخليني اني ركب عليه شيء. فانا ححط هذا هيك. خلينا نشيل هاد، وهي المنطقة كلها خليها يعمل عليها الصيانة كاملة كلياتها. طيب لا هون حنعمل اكسبت نون، حنفضي كل شيء. سوري
انه نحن زعلناكم، بس هون اللي حيجي هو البارلي فقط. طيب وهون حنبلش شو نعمل اللي هي البيرة. ايه هلا هون حنيجي نقول بدنا هذا خلص شغل، حنيجي نقول هون بدنا مخزن. انا عارف انه بعيد بس اللي حيصير اللي حيصير انه بدنا البيرة تجي من هنيك وتنصف هون لحتى نقدر نوزعها على المدينة. ما بدي يكون كتير بعيد عن المدينة لانه بصير البياعين بيروحوا بيلفوا لهنيك هيك لحتى يعملوا شو اسمه الشغل تبعهم، او هذا الشيء ما بدي انا. طيب خلينا نعمل هذا هيك. ايه هلا هون حنعمل مصنع مزرعة سوري. ايه هاي بياخة هون كمان. ما هذا الوراء؟ لا هذا ما بدي اياه. تعا شوي. اوكي اعتبر هذا هون في شيء ما بعرف شو هو. هاي غلاص هون الجيم ما بتعرف انه مرات في بيكون في بلاطة هون سموير. It's fine. طيب هدول حيعملوا بيرة حيودوها لهنيك وبعدين حيبلشوا يصنعوا غيرها، بس يصير هون الشغل. اعتقد انه It's fine وكله هون تمام. حنجي هون نعمل بريكلاير حطوه هون بس ما له طريق، بس عم شوف انه شو هذا المكان. اوكي خلص هدول هلا حيشتغلوا. فينا نجيب المي لهون كمان، انه استغل هذا الشيء. ما بعرف هل فينا نفوتها من هون. لا شايفين هاي البلاطه هاي مسكره هون ما فينا نعمل فيها شيء. خلص فاين. هلا ممكن شو اعمل؟ ممكن اعمل هذا هون ونزل هاي هيك. يس هون نحط هدول جداد. تاع هاد وهاد وهي المنطقة خليها it's fine. طيب جولري ده كان يعمل لك جولري. اوكي طيب فاين. تاع يا معلم هذا هون هون. الفكرة انه بدنا نعمل محل نشتغل عليه بالجولري، بدنا نحطه بقرنة بعيدة شوي عن الطريق مشان نعرف نشتغل. طيب حنحطه هون. شايفين هذا ما عم يخليني احط هون شيء، كيف في رمل ما بعرف شو هذا. طيب هون حنعمل accept none وحنجيب الجيمز accept all. طيب وحنحط بمخزن ثاني accept none وهون accept all. طيب وهون حنجي نقول اصح اشتريها بكل الاحوال. اوكي فاين اذا هيك معناها هذا ما له داعي هون. ديان يجمع له جولري. حاضر حاضر اي هيك يلا اكسبت نون. هون حط لي جولري اكسبت اول ونجي هون نقول له امبورت تو مينتين 1800 اظن هذا هو العدد اللي بيعبيه هون. اذا مالك عارف شو تحط حط 9999 وخلاص. طيب حيلزمنا واحد ثاني فينا نحطه هون مثلا ونقول accept none وهون حجيب لي جرانيت. طيب هلا حنجيب الجرانيت لانه بدنا نبلش نعبيه لحتى نحطه بالمسله اللي عم نشتغل عليها، لانه لا تنسوا لسه بدنا نبني المسله. ف يب ممكن نحطه هون سموير حلا نشوف له حله. هلا هي المي والله عم تعطي كل هذا المدينه والله انه جدعان. طيب نشوف الجرانيت شو بدنا نشتري. عندنا فلوس نعمل هون بتريد. تعرف خلينا نفتح كل التريد راوس كله. ها ما
واحد اثنين وهذا هون open وهذا هون open. كتير منيح. هلا هون حنجي هيك ونقول import as import to maintain 100. حكينا بدنا 100. هات لنشوف قديش بدنا. 100. زعلان الاخ. زعلان زعلانة. هات هون. ممكن نبيع البريكس. نستفيد من وجود هاد. ضيق شوي. ايه ليش هون قررت تحطهم؟ لا ايه ديليفر هذا الشيء. اجيب السترولة هون. شكرا. فاين. قديش عنا هون جرانيت؟ اعمل لي اكسبت امتي هذا الشيء. طلع لي اياهم من هون. وهدول كبون ما بدي اياهم. هلا هذا شو حيعملوا؟ حيجيبوا البلوكات يجيبوها لهون. هلا بس نشوف هذا قديه. هذا اذا قلنا 32 يعني بدنا منهم كم وحده؟ حيلزمنا منهم وحده 32 64 32 96 فحيلزمنا ثلاثه من هدول اربعه. اوكي اكسبتنا اكسبت اول اكسبتنا اكسبت اول اكسبتنا وهذا اكسبت اول. حلو هيك مفروض ان امورنا كويسه. عندنا بيرة كتير. تعالوا نعمل حفلة لهدول واحد من الآلهة تبعنا. نعمل حفلة لرع. باست دائما باست إذا موجودة بكون ممتاز. ليش؟ لأنه بتعمل لها حفلة بأم هي بتعمل حفلة للباقيين لحالها. alright. طيب هون تمام. شو ناقصهم هون حتى يكبروا؟ عم يقول لك الديزايربلتي إنه مكان بشع. طيب هذا مكان بشع. هلا مزبط لك المكان. هذا أسهل شيء. خذ يا عمي. ها basic educational facilities. اوكي فبدنا نبلش نشتغل على المكتبات ونجيب ورق وهيك. خليها هلا شوي ما في داعي. ممكن نعمل شيء تاني هون. ايه هذا هيك وهذا هيك ونحط هذا معبد لرع ومعبد لباست. كيف نحط معبد باست؟ أظن نحطه هون. وهاي بتا يا عمي روح. بتا طبعا تبع الصناعة. وهاي لفة هيك عشان شو يسعنا مكان لنحط فيه هدول الأشياء. وهدول هيك وهذا هيك وهون فاضي وهون بالنص. خلينا نحط هذا الشيء. خليهم يخلصوا بعدين بنشوف شو نعمل بهذا الشيء اللي هون اللي صاير. هي المعمعة. بيلحق له مي ما بعرف. بعيد. طيب وإنا كمان بدنا نركب المسلة هون سموير. احتمال حطها هون بهاي الزاوية. هلا بنشوف. طيب شو صاير هون؟ فينا نركب هذا الشيء ولا لسه؟ لا فينا نطلع هون. هذا 56 فلسه يعني الطريق. طب حلو. deliver grain. yes عندنا قمح كتير. ما عندنا مشكلة أكل أبدا. طيب هدول عم يقصوا الخشب. الخشب أموره تمام. القمح أموره تمام. البيرة ممكن نبيعها مو غلط. خلينا نجيب فلوس. export surplus.
بالمقابل نقدر هون شو نعمل؟ نظبط مصانع البيرة. هاي هيك. وهذا هون ما حط لي اياها لانه في بطيخ. طيب فاين. هاي يا عمي زرع. بس مشان المنظر هيك يعني. Kingdom Standing Climbs. Oh, Chancellor of Chancellors. قد ايه صار هذا الجرانيت؟ لسه 72. طيب. بكل الأحوال حنحتاج إنه نعمل اللي هو تبع الورق. فممكن هون نعمل هاي ونقول له حط لي الورق هون. إيه؟ إذا إجا جرانيت حطه، إذا ما إجا بنحط الورق معه كمان. فاين. هذا بس إكسبورت. طيب. هذا إمبورت when needed. إمبورت as needed. حلو. فهون حنعمل مصنع ورق. Accept none. نجيب الريدز لهون. هدول طبعا حيستوردون لأنه ما عندنا ريدز هون، لازم نجيبهم من النيل. حلو. هذا هيك. وهون حنحط هاد احتياط. Fight thieves and tomb robbers. طيب. نعمل هون. هنقول له اشتري الريدز هاي. وينهم؟ ها. ايه حطيناها. اوكي. وهي المفروض تجي لهون صح؟ ايه تمام. هلا خلينا نحط هاد اللي بيعمل ورق. واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلينا نعبي ورق مشان شو نصير ناخده ونشتغل على تظبيط المدينة بالورق. احتمال انه اضطر اعمل هون كمان مستودع جديد بس اتس فاين. حلو. لحد هلا هيك تمام. هدول تاركين المدينة وماشيين. لوين رايحين يا شباب؟ اي هو هي هو. البوتري. جد؟ اوكي لازمنا كلي اكثر. اورايت هذا بسيط. هذا اسهل شيء. روح جيب طوب ومدري شو. هلا هدول المفروض يجيبوا هذا الشيء. ديليفر. اوكي تمام. يعني المفروض انه ما عندي بهي المشكله نهائيا. ليك ورجع. خلص تمام. هون حنحط دكتور. هلا هون المشكله ما في مي. هون ما في مي. فنحن شو حنعمل؟ حنعمل هيك. حنشيل هذا كله. خلي هاي القرنه فاضي. هلا بالكم ليش. حنحط فيها اللي هو المسله هلا بعد شوي. هاي شايفين؟ سو احنا ممكن نركب المسله هاي هون. بده مي ما حيمشي الحال هيك. بدنا مي كمان، مي كمان، معناها شو حنعمل؟ حنعمل هيك. هلا هي صح بنفس المكان بس شو اللي بصير؟ انه المي هاي وهي حيصيروا يمشوا اكثر فبصيروا بيتفتلوا بالمدينه اكثر. بس للاسف يعني ما عندنا مكان ثاني نحط مي غير هدول الاثنين. ممكن نوقف انه نعمل الاكسبانشن لهي الجهه بكل الاحوال، يعني نعملها لجهه ثانيه وخلاص. على امل انه يجيبوا المي. هلا ممكن شو نعمل كمان؟ ممكن اعمل حركه هي اني اقفل هي مشان تبعون المي وهذا ما يجوا لهي الجهه، يعني ما يلفوا هيك. بصير بتقدر تتحكم انه وين يروح وين يجوا هالقصص هي. بس كمان هاي ما حنستفيد. خلينا نشيلها. حنحط هون دكتور. ايه خلينا نركب هذا الشيء. هاد حنحطه هون او ممكن نجيبه هون مثلا. هون خلينا نحطه هون. خلينا نجيبه يبنوا المسله هاي هون.
فيس 2 كاربنترز. طيب حنحتاج لكاربنترز ورك ورك كامبس. اول شيء الورك كامبس، خلينا نحط ورك كامبس هون. واحد اثنين، هاي الثالث. طبعا كنت حابب احط البكلير زون، بس خلينا لا خلينا على هذول. بعدين هون حنحط كاربنترز، بدنا واحد بس، واحد نحطه هون مثلا. هي هلا هذا المفروض يجيب خشب ويروح شو يعمل، يركب يركب شو اسمه على هاي. طيب هلا شو حنعمل هون؟ حنجي نقول accept none. هذا ما بدي اكله، هذا كله ما بدي اياه خلص. هون صار عندنا ورق كتير، ممكن شو نعمل؟ ممكن نبيعه exporting surplus، خلينا نجيب فلوس. هلا هيك تمام. لسه بدنا نرفع عدد السكان ترى يعني، فلسه ما خلصنا. طيب حلو لحد هلا هون تمام. حنجي هون لا. هذا الشيء حنقول باست حفله مع بيره وخمره وانبسطوا يا عالم، وهي ديليفر للجولري. هل فينا نبيع الجولري؟ لا نحن عم نشتريها لحتى نبيعها. اوكي لحتى نعطيها للفرعون. حلو هلا المفروض انه يجي ناس يبلشوا يشتغلوا على هذا الشيء. عليكم اجا بلش يركب الخشب حتى يطلعوا عليه ويبلشوا يبنوا المسلة هاي. طيب هذا هون انا حطيت هون غلط، كان لازم ما اجي لهون كل الخير شر، بس عادي هلا بنظبط هذا الشيء. ممكن وهون حشرة، مشكلة المي هي. Kingdom standing climbs. اوكي اوكي not bad. حنحط هذا هون هيك عشان نكمل البطيخة. طيب هذا عم يشتغل، عم يعمل السقالات والقصص هاي، هي بسموها سقالة. حسنا scaffold بالانجليزي. طب هدول جاهزين ليجوا شو يركبوا؟ هدول حيروحوا يجيبوا الحجار مشان يحطوها بالمسلة هناك. طب هون حنحتاج، اوكي انا عم شو غلط تبعي، كان لازم هون يسدوا. اوكي هلا هيك هون شغالين. حنعمل امتي امتي هذا بليز، نجيبه على الثاني. ايوه خلي هذا الاوراق. طيب بما انه هون شغالين على الاوراق، هون شو مشكلته؟ باتري تبن لك. طيب تعال لك اول شيء هذا هون نشيله، وحشيل هاي هون، حنجيب هاد وهذا هون مشان يعملوا مدارس ويعلموا الشعب. ايوه ما عندنا بوتري. اوكي معناها لازم نشتغل على البوتري، معناها لازمنا price increase. importing this plain stone has risen. اوكي الاوبلسك خلصت، شايفين بس بيروح بنحتوه وتهينا من السيرة. هذا خليه جاهز، ما بتعرف شو بيلزم. طيب هلا شو حيلزمنا؟ حيلزمنا نخلص الشغل تبعنا هون. سو هون شو بده؟ هذا تمام، هذا تمام. بدنا نرفع الكلتشر وبدنا نرفع البروسبرتي. طيب labor shortage reduce prosperity. عندنا مشكلة. Okay, city is more profitable, exports more than imports. Labor shortage. Okay, the city is more profitable. Okay, fine. There are too few places of worship in the city. Build كذا. طيب شوفوا شو ممكن نعمل. هتجي هون. هتكبس على اللي هو رقم سبعة. رقم سبعة الـ overseer of public health. هتشوف. هذا الشيء بيقول لك إنه الصحة كيف وشو أنواع الأكل اللي عم يستعملوه. هذا الشيء طبعاً بيساعدك إنك ترفع الـ prosperity والـ culture وهي الشغلات. هون نفس الشيء learning. هتيجي تتطلع انه اوكي عندنا public schools بتكفي لهدول، عندك library بدنا نحط مكتبة هون لازم. هون مثلا بيقول لك jugglers، ناقصنا jugglers وناقصنا musicians، فاحتمال نرفع هدول، نحاول نرفعهم شوي. ممكن نبني كمان سنت هاوس. معناها هون حنيجي نقول اوكي طيب اذا هيك المشكلة،
معناها خلينا نعمل من هدول كمان ماشي. فهلا بنشوف وين نحطه. عم فكر اني ابني مدينه رديفه هون او هون، نصير نظبط هاي الجهه شوي، فممكن نعمل هيك. ايه طبعا هون عطاني وارنينج اني انا كسرت الطريق، خلينا نرجع نبني له الطريق. هذا طريق المملكه اللي هو يعني بدهم يمشوا فيه على اساس. طيب فانا شو ممكن اعمل؟ ممكن اجي بلش هون اعمل خط، نبلش نعمل مدينه رديفه مشان نكبر المدينه تبعنا نفسها. هذا هيك، هذا هيك، خلينا نعمل كم شغله هون. طيب هذا هون حنعمل هاي هيك، وهذا لفوق، وهذا معه لهيك، وحنهد هاي هاي. طيب هلا ممكن نجيب حتى خط من هون ونوصلهم، بس مبدئيا ويل فيكس ات، نو وريز. هذا الخط لفوق، شوفوا هلا شو حعمل هيك. ها هذا هان هان، وهون ححد هاي، وهي وهي وهي. وهذا هون شو هاد؟ ليش ما رضي؟ اوكي مو مهم. هذا هيك، وهذا السنت هاوس ممكن نحطه هون مثلا. ما حيفوت هون، هون بيسع، هون ما بيسع، هون هلا بنلاقي له قرنه، ما مشكله، ما بسيطه هي اخرها مشكله هي الحياه. اوكي هذا هون يلا. ها وهلا هذا كله حيتظبط، هذا كله حنعمل فيه شوارع وبيوت وقصص. طيب وهذا هون كمان واحد يلا. ها هي سنت هاوس، سوري جاجلرز. نرفع الكلتشر، نحاول نظبط مكان يكون فيه الناس مبسوطه. وهذا هيك، هون نحط هاي اللي بتجيب فلوس، هون نحط مي. طبعا هاي حتجيب، بصير تجيب مي لاخر الدنيا. اتس جود، حلو. هون كمان نحط ابطقاري. هلا هذا منطقه جديده هلا حنبلش نبني فيها. اوكي سو شوي زبطنا هذا المكان. طبعا هون ممكن شو نعمل؟ نعمل هيك، نجيب هذا هون، هذا نهده هيك. وهذا هون ايوه حلو. هون نحط شغلات مفيدة مثل هاد وهاد، تمام. هاي لايبرري، طبعا حنحتاج للكثير من الورق لحتى نعمل هذا الشيء، بس شوي شوي بدنا نعمل هو يعني مدينة الظريفة اللي هون حتكون. طبعا حيلزمنا كمان لا تنقى، اهم شيء اهم شيء هدول هدول النقائين. ليك اصلا دغري زبط لك القرنه هاي. طيب لاحظ هلا هون شلون المكان صار. هذا عم يقول لك انه نحن ما عندنا مي، بس المي موجوده هلا بتجي. سو بس صبر. اوكي حلو. ديليفر هون. طبعا ممكن شو نعمل؟ نعمل هيك يعني تحسين للمكان. طيب هلا هاد بعد شوي هلا بجيب لك المي. طبعا هدول كمان اجوا بلشوا يسكنوا بالمدينه. شو اخباركم هون؟ 11 وركر ريكوايرد، لازمنا وركرز. هلا بيجوا على الطريق. طيب نعمل هاد بروسبريتي، شايفين زبط الكلتشر. بدنا نظبط هدول الاشياء. هلا هدول كلياتهم مع الوقت. هاي مورتشوري، ما عندي جولري كل هالقد. بدك كمان؟ شو يعني؟ اوكي عبي عبي. 2400. احنا هذا 1800 هون. طيب اوكي كمان عبي لنشوف. خلينا نكمل شغلنا هون. حيلزمنا مورتشوري، لا
اللي هو هاد. وهذا هيك تحنيط حنطون لك هون. صار عنا هذا ما فيك تعمل له شيء، هذا ما دخله بأي شيء لحاله بيصير. فهذا هون حتلاقوا انه هذا دغري حيخلص بسرعة كله هذا اللي عم نعمله هون. هذا هيك وهذا تحنيط، او لا ما تحنيط، بدنا مكتبة. خلي هدول يخلصوا بسرعة، شكلي حكبر هدول. في عنا مشكلة ديزيز بالمدينة، والله بعرف والله بعرف. هون طيب، هاي دكتور يا معلم، وكمان لأنه ما في دكاترة بهاي الجهة فجاي على الطريق، والله جاي. هلا بيزعل مني بيقول لي ما اعطيتني اللي بدي اياه. طيب انا ححط هون مي تاني احتياط بس مشان يوزع كمان، وهون نحط تمثال لاني بحب انا شو اعمل يكون المي اللي هي البير الكبير هذاك هيك. تمام حلو، الامور ماشي تمام. ها طب شو كنا عم نشتغل هون؟ نسيت. ايه هذا ديليفر. هل عندنا مشكلة سكر لسه؟ ايه لا 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 what the hell، كبس زر غلط. لا 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 طيب لحظة، لا شو حاعمل هون؟ حاعمل حركة غريبة شوي، رح اعمل هيك ايه، وبعدين جيب هذا هون هيك. ليش؟ بدي وسع هذا الشيء مشان يكون في محل الحدائق بالنص تمام، وبعدين لما حط البيوت تركب منيح. فهون مثلا هلا هيك فينا نعمل هاد وهاد وهاد، وحنجيب هدول واحد تاني هون وهذا تمبل لرع وهذا تمبل للأخ، وهون نحط اللي هي هدول الأشياء الأساسية، وهذا تبع التاكس تمام. وهون نحط اللي هي مثلا بازار، هون نحط طبعا المي، شوية كم شغلة هيك بس لحتى نظبط. وعندنا فلوس كتير فليش ما نصرفها صح؟ هذا هون وهذا هون وهدول هيك. تمام وهذا هيك وهيك. ايوه وهلا بنشوف شو بيصير. خلينا نحط سكان كتير هون، طبعا على الاغلب حيلزمنا بوتري اكثر. فانا شو حاعمل؟ حبطل بيع البوتري لانه ما لنا محتاجين نبيعه الصراحه، يعني خلينا محتاجينه هون. طيب فينا كمان هون نعمل هذا الشيء. يس نعمل هون زينة، وهاي دكتور اسنان، وهاي ما بعرف شو، ومدرسة هون. بعد شوي بنحط المكتبة، خليه يخلص شغل. طيب انا حقول له هون شغلي، حقول له export when over 500. ليش؟ لانه اذا بدي ابني اي شيء من هدول الاشياء اللي انا عم استعمل فيهم الكتب بدي يكون عندي 500 لحتى ابني المكتبة دائما. اذا بس بدي ابني المكتبة يكون عندي 500 جاهز. اوكي
هذه هي الفكرة تبعي الأساسية هون. أوكي هلا هون نعمل مكتبة. هلا هون مفروض إنه يقبل، بس ليش ما عم يقبل؟ لأنه ما عندنا 500 صح؟ عنا. طيب شو مشكلتك يعني؟ ما هي المشكلة؟ والله المشكلة إنه رأسك مضروب. تعا خلص صوني، صار عنا هون أكل، حيروح يجيبوا أكل من هون، حينزلوا بوتري حيجيبوه من هون. هو المشكلة إنه بس هدول بعاد شوي. أكنولج أوكي، في بندن بريك. اوكي فينا نعمل بريكس، ليش ما نعمل بريكس؟ تعال وين كنا عم نحط هدول السترو هون؟ هدول حنحطهم هيك. هذا حنقول له اكسبت نون، اكسبت اول بريكس. تعال هيك عنا كلي منيح. فهذا البريك ميكر ثلاثة بكفي، ما بنحتاج اكثر من هيك. هلا هدول حياخذوا القش ويحولوه لبطيخ. شو اسمه بريكس. ما تبيع البير، كفي الخشب، يجيب لنا فلوس كفايه بزياده. طيب شو هذا مشكلته؟ عم يقول لك ما عندنا بير. طيب هلا بيجيك البير. تعرف لما يكون عندك هيك مشكله شو بتعمل؟ تحط بازار جديد. طيب هات لنشوف الوضع. عم يقول لك not enough jugglers. يا عمي above average juggler stages. اوكي حنحط من هدول الصغار شوي. سو هذا الشيء ركبه بكم محل، ممكن نحط هون مثلا. ايه سوري هذا شو كان؟ لا هذا الثاني حطه هون، وهون راح احط هذا الشيء. وعم يقول بدنا من هدول كتير. جاي على الطريق، اصبر بس. ما بعرف اذا بكفي هذا. يلزمنا واحد ثاني. طيب تعال. اكسبت نون، اكسبت البريكس. يا. مشان يبنوا مصطبات وقصص. طيب هذا هون شو الوضع؟ جود. فبدنا كمان كفي 3600، احنا حنحط كمان منه. طيب هون هون يا معلم، وهي هذا الشيء، وهذا هذا الشيء. حيلزمنا اظن حيلزمنا من هذا الشيء كمان. الزمه كمان واحد، one more. تعرف بعرف انه هبل بس هون عن جد. يلا هذا مكان جيد. perfect. اوكي باس displeased. حفله يا باس، حفله والله حفله. هذا اللي عندي اعطيك اياه. There are too few places of worship. There are too few libraries. The jugglers. Okay. طبعا لحتى نشغل المورتشواريز لازم يكون عنا شو؟ لازم يكون عنا لينن. فحنحتاج انه نعمل مكان هون. نحط فيه اختراع اسمه لينن. طيب. وهذا لينن حنشتري ال هاد. هون حنحط هذا الشيء، حنقول لا import flax. وهون حنعمل اللي هو الويفر. فهدول شو حيعملوا؟ هدول حيجيبوا الفلاكس ويحولوه لقماش. القماش حيستعملوه لحتى يعملوا اللي هو لينن.
وهذا اللي انه بيستعملوه ليظبطوا شو اسمه المومياءات عشان يحنطوا العالم. ليش بدك تحنط الناس؟ هذا موضوع تاني. لازم على هاي عن جد ما فيني حطها هون. ما هذا الفراء؟ ليش يعني لازم يكون فيها زرع؟ لا مو لازم. اوكي مو لازم انا فهمت غلط. اوكي هذا هون. طب هلا المفروض هذا الرقم يزيد كتير منيح. لسه خليه يجيبوا اغراضه. اوكي فاين. طيب هلا هون هيك، هذا هون بيرة فيه مليان، بوتري فيه مليان، نعمل فيستيفال كبير للاخ باست. فينا كمان نعمل حركة تانية، هي انه تعا وينو هذا، نشتري هذا ايه عالطريق، جايين عالطريق. فينا نشتري كمان import as needed. يلا مو شرط بس نصنعه، خلينا نشتري، خلينا نخلص deliver. Two places of worship, mortuary, dentist. Okay, يلا يلا هلا خليه يخلص، خليه يشغل الحناطين هذول، بعدين ناكل هم القصة الثانية. المهم إني ما أكون حاطط هون على الفاضي. لينن، إيه تمام. Okay. هلا بيجوا البياعين، المفروض يعطونا هذا الشيء. عليكم إجوا 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 إجوا. يلا ايوه اشتغل يا معلم. طيب فلوس في حلو، كينغدم ستاندينج تمام. تعال اقول لك، ها هاي معبد سوري هاي معبد لبسط، خلينا نظبطهم. وهذا واحد تاني، وهذا كمان، وهذا بطع، هاي اثنين لألك، ورع رع يعني هيك. اوكي A blessing بازار، البازارات تعبت اكل وبطري، فهيك على الاقل صار يوزع بشكل احسن. اوكي ممتاز، نتاكد بس الفلوس ما تنزل لانه انا كثير عم بصرف اشياء. هنشوف هلا شو حيصير. ميوزيشنز كيف يعني؟ اوكي مورتشوريز لسه، لايبرري، دانسر ستيج، جاكلر ستيج، والميوزيشنز. اوكي طيب معناها بدنا محل نحط فيه واحد منهم كمان. على الأغلب ححطه هون. ايه هون هنهد هاي، ما بدي هد شي. هون هنضطر نهد هدول، ما بدي هد شي. هون هنهد هدول، هون المشكلة بدي واحد يكون تي. عرفتوا كيف؟ لحتى حط معه ميوزيشن وهذا. هذا أحسن مكان، وهذا السكول من نقله لفوق. خلاص وهي يا معلم هذا الشيء، ونعبي الباقي جناين. وهون نحط هاي ميوزيشن سكول، ما بعرف شو مشان شو، ما حدا يقول انه ما في. وهي الرقاصين هون، انه اصلا ما عندنا رقاصين. طيب شو ناقص؟ مرتشوري. هلا هذا المفروض انه بس يخلصوا اللينن حيبلش يعمل اللي هي خلصنا انه اشتغلوا الحماطين. مهم يب هاي هي خلصنا هاي المرحلة. شكرا كتير لتستنوا لايك سبسكرايب شير، وشوفكم مرة جاي.